ضيعت نفسها وضيعت أخويا معاها، والمعطر اللي ترشي ما فيهوش أي مواد مخدرة، وشركة أوبر عاملة نفسها من بنها. تفاصيل جديدة قالتها هبة هاشم أخت سواق أوبر المتهم في محاولة خطف والتحرش ببنت اسمها حبيبة الشماعة، اللي رمت نفسها والعربية ماشية وتعرضت لإصابات قوية وفقد الوعي لحد دلوقتي. وقالت هبة هاشم في مداخلة ليها مع عمرو أديب إن أخوها شغال سواق عند دكتور مشهور، ولما بيخلص شغل معاه بيشتغل على أبليكيشن أوبر بعربيته. وقالت حبيبة ركبت مع أخويا وكان حاسس إن ريحة هدومه سجاير، فطلع إزازة برفان وابتدى يرش. اتفاجئ بأنها رمت نفسها من العربية من غير حتى ما تقوله أي حاجة، وأكدت في كلامها إن مفيش أي كلام حصل بين أخوها وبين حبيبة، ولما رمت نفسها وقف علشان ينقذها، لكن لما شاف العربيات وقفت خاف وتردد وقرر إنه يمشي بالعربية، ووقتها بلغ الشركة باللي حصل. والتحاليل أكدت إن إزازة البرفان ما فيهاش أي مواد مخدرة أو أي مواد غريبة، وده هيكون في صالح سواق أوبر. وكملت هبة كلامها بتوجيه اللوم على حبيبة بعد ما رمت نفسها من العربية، وقالت لها ضيعتي نفسك وضيعتي أخويا معاكي بسوء فهمك للموقف. ووجه الإعلامي عمرو أديب هجوم على شركة أوبر بعد تصريحات هبة إنها على علم باللي حصل، وقال لهم هي ليه أوبر عاملة نفسها من بنها؟ إحنا بنأمن لهم على أعز ما نملك، هي بناتنا وزوجتنا. ولحد دلوقتي حبيبة ما فاقتش عشان تقول شهادتها بعد ما تعرضت لنزيف داخلي في المخ وكسور في معظم جسمها بعد ما رمت نفسها من العربية، والحالة مش مستقرة في الوقت الحالي، والدكاترة بيأكدوا انها مش قادرة تعمل العملية بسبب النزيف، وطلبوا من اهلها انهم يدعوا لها تخف وتقوم بالسلامة.